تحياتي ليكم يا جماعة، مين ايه منورين. طبعا بقالنا كتير ما صورناش عند العصافير هنا يا جماعة، فقلنا نصور دلوقتي. العصفورتين دولت احنا لسه حاطينهم مع بعض، اتذكر النتاية طبعا، فهم مستغربين شوية. النتاية واقفة في البياضة اهي، تمام، والذكر اهوت لسه أول مرة. طبعا هي بتستغرب هو ده واقف هنا ليه. فتحنا لقينا النتاية دي محصية، لو بصينا هنا كمان بياكلوا بعض. طبعا ديت الأم مطلعها زغاليل صغيرة، فالذكر بياكلها عشان طبعا تاكل ولادها اهو. طبعا تحس ان الموضوع فيه تعاون، حتى يعني حتى العصافير فيه تعاون ما بين الأب والأم علشان ولادهم. لو لاحظنا في الفيديو كده يا جماعة، طبعا منظر جميل، حاجة تريح الأعصاب. لو بصينا كده بالراحة، يعني لو بصينا كده على أولادهم جوه اهم يا جماعة، شفتوا كده المنظر. طبعا ولادهم مستنيين الاكل اهو. العصافير يا جماعه اتعلموا وبيعلموا الناس التعاون. الاب بياكل والام تقف له على الباب، طبعا زي ما انتم شايفين، ياكلها وتخش هي تاكل ولادها. طبعا دي ممكن تبقى حاجه غريبه في ناس كتير اول مره تعرفها. ده هو ده التعاون فعلا، يعني شايفين، يعني بصوا واضح جدا. الاب يجيب الاكل زي البني ادمين بالظبط، الاب يجيب الاكل وياكل الام وهي واقفه على الباب اهو. نتابع معاه كده، والام بعد كده تبدا تخش. اول ما تملا معدتها بالاكل واول ما تجهز الاكل لاولادها تيجي داخله موكلاهم جوه. طبعا دي روح الحياه بتاعتهم والتعاون بتاعهم. نستفاد ايه يا جماعه من الموضوع ده؟ نستفاد ان خلاص احنا وصلنا لزمن دلوقتي ان كل واحده بدات ان هي تساعد جوزها، بدات ان هي تشتغل، بدات ان هي تشوف ايه اللي عيالها محتاجينه. بدات طبعا الاب برضه ما تنبسطش بالراجل اللي يشوف مراته بتشتغل ويتم قاعد في البيت مستنيها لما تجيب له المصروف والكلام ده كله. طبعا ده مبدا غلط وحياه غلط اساسا. ما تتعودش ان انت تقعد تستنى المدام تجيب لك المصاريف بتاعتك. في ناس كتير كده، ما حدش يستغرب على كلامي يا جماعه. في ناس ممكن تستغرب على كلامي وتقول هو في فعلا واحده تطلع تشتغل وجوزها قاعد في البيت؟ في واحده تشتغل ويبقى جوزها قاعد في البيت. ممكن الكلام ده يجي على الجرح لناس كتير ويزعل ناس كتير، بس احنا بنتكلم على طبيعه الطيور نفسها قبل طبيعه البشر. يعني لو بصينا هنلاقي فيه ان واحد يتن قاعد في البيت قدام التلفزيون وعلبه السجاير قدامه وكوبايه الشاي، والمدام تطلع تشتغل، يطلع سلسفينها طول اليوم، والله اعلم بتشتغل متبهدله وشقيانه وتعبانه، وطبعا ترجع اخر النهار مستنيه السبع طبعا قاعد لما ياخد علبه السجاير او ياخد المصروف منها، تمام. وما حدش يزعل من كلامي، انا ما بنتكلمش على حد بعينه، بس فعلا انا بنتكلم على مشاكل في الشعب ومشاكل في وسط الناس بتدور فعلا. فعلا الموضوع ده تلاقيه طول النهار، يقوم من نوم العصر، تمام، والمدام تقوم من النوم الساعه 8 الصبح تطلع تشتغل وتتعب، وكل تفكيرها يا عيني ان هي تجيب اكل ولادها وتجيب حاجه ولادها، تمام. وتبص تلاقي هو يقوم من نوم العصر يجي قاعد قدام التلفزيون شارب كوبايه الشاي وحاطط علبه السجاير قدامه، وعلى المغرب يجي لابس ونازل، تمام، ينزل يقعد على القهوه ويسهر هنا وهنا ويروح البيت على الساعه 3 4 بالليل. وكمان تبص تلاقيه عايز يصحي الخدامه عشان تخدمه وتساعده وتقوم تشوفه هو عايز ايه وتشوف طلباته ايه. ادي يا جماعه شوفوا العصافير، يعني الاب هو اكل الام، ياكل هو بره، بيوفر عليها المجهود اللي هي هتبذله. يعني شوف الموضوع وصل لحد فين اهو، دخلناها جوه، تمام. يا ريت احنا نشوف الحاجات دي ونتعلم. بصوا بينادي عليها يا جماعه، بصوا خدتوا بالكم بينادي عليها اهو، هيبدا ياكلها اهو. انا النهارده بصوا جاي من الشغل اهوت، وتعالي يلا خدي الاكل بتاع العيال اكليهم اهو. شفتوا يا جماعه المجهود؟
واقف ينادي عليها. طبعا انا بيتهيألي ان ده احلى فيديو احنا صورناه وسط العصافير، صح؟ شايفين يا جماعه المشهد؟ ادي العصافير. يا ريت احنا نتعلم من الحاجات دي والله العظيم. فعلا مانع عليكم حد يسمع الحلقه ديت ويستغرب ويقول يا كابتن لا ما فيش الكلام، لا في الكلام ده والله العظيم. انا نعرف ناس الكلام ده، انا نعرف ناس بالطريقه دي. مراته تقوم تشتغل الصبح، ما بقولش للشغل عيب، اولا هي الواحده لما تجتهد وتطلع تشتغل، بس احنا بنقول الواحده تساعد جوزها. الاحترام والادب طبعا والتقيم والاخلاق المصريه ان الواحده تساعد جوزها، ده مش عيب. لما الواحده تطلع تشتغل وجوزها بيشتغل، كل تفكيرهم ان عيالهم يكونوا في احسن حال، تمام؟ لكن ان الواحده تطلع تشتغل وجوزها يقعد في البيت، طبعا ده يبقى الراجل ده اللي احنا بنقول عليه شرطها بالعربي، تمام؟ تبص تلاقيه قاعد قلب السيارة، ويا سلام بقى لو اتأخرت كمان على ميعاد الشغل، تلاقيه يقف يتنطط لها ويقول انت اتأخرتي ليه؟ السبع بقى، السبع قاعد في البيت طبعا، انت اتأخرتي ليه؟ كنت فين؟ وجيتي منين؟ ومش عارف مين اللي كلمك؟ يا طب لما انت عامل سبع وعامل مليون راجل قعد المدام انت، واطلع انت اشتغل، كفيها وكفي بيتها وكفي عيالها وكفي اللي هي محتاجاه. لكن يا جماعة يعني المفروض الاجتهاد في الحياة مش عيب، الواحدة تساعد جوزها مش عيب، بس بنقوله تساعد جوزها مش تشتغل على جوزها. طبعا الواحدة تساعد جوزها مش عيب، الواحدة تجتهد مع جوزها مش عيب. كل واحدة دلوقتي بتدور ان عيالها يكونوا احسن منها، كل واحد فينا بيدور ان عياله يكونوا افضل منه. لو هو كان بيجي في يوم من الايام، انا كنت نطلب حاجة من والدي ممكن ما يبقاش معاه فلوس نجيبها، انا عندي والدتي ما اشتغلتش، تمام؟ عندي المدام بتاعتي بتشتغل موظفة برضه وبتشتغل معايا بتساعدني، طبعا ده مش عيب. لكن ان لما بنفتكر ان انا كنت زمان نطلب حاجه من والدي ومعهوش مثلا يجيب لي، فانا بنهتم جدا باولادي في الحته ديت، ان عيالي لما يكونوا عايزين اي حاجه لازم بيكونوا قدامهم ويكونوا حاجتهم موجوده عندهم. طبعا ديت الحمد لله ربنا برضو بيبقى نفسه معانا، وربنا برضو ما بينساش عبده. والحاجه الثانيه ان ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا نسعى معاك، طبعا ديت حاجه مهمه جدا يا جماعه. فنتعلم من الطيور ديت كده، نتعلم من الكلاب الوفاء والحب، نتعلم من الطيور التعاون والاخلاص والسلام. طبعا دي حاجه مش عيبه وحاجه ما حدش يزعل ان في واحده بتشتغل، بس طالما انا مراتي بتشتغل يبقى انا المفروض ان انا بنطلع نساعدها. اللي نقدر عليه نجيبه، مش شرط ان انا نهلك نفسي ونموت نفسي عشان نبقى زيها بالظبط، لا، اللي نقدر عليه نجيبه يبقى اصبح الحياه مساعده. شفتوا يا جماعه الذكر اهو اتكل وراح يشرب ميه زي ما انتم شايفين، هيبدا ينادي عليها بقى يقول لها تعالي تعالي يا ام عباس عشان تاخدي الاكل بتاع ولادك. بصوا خدوا بالكم يا جماعه، هيبدا بقى اهو يشرب. فين الناس يا جماعه من المشاهد ديت؟ فين الناس اللي تشوف المشاهد ديت؟ فين الناس الابده اللي ما عندهاش دم، اللي يبقى قاعد في البيت ويسيب المدام بتاعته تشتغل وتكافح عشان ولادها وعشان قوت ولادها؟ فين الناس ديت؟ فين الناس اللي بتقوم من النوم العصر وتدور فين حق علبة السجاير وتدور فين الكلام ده؟ فين الناس ديت؟ طالما عندك صحة وربنا رزقك بالصحة ما تشتغلش ليه؟ ما تحاولش انك تساعد ليه؟ ما تحاولش انك تخلي ولادك أحسن منك ليه؟ ما تحاولش ان انت تشوف ايه اللي ناقص بيتك تقدمه لهم؟ ما تحاولش ليه الحاجات دي كلها؟ طبعا يا جماعة معلش لو الحلقة ديت حرجت ناس او زعلت ناس، بس والله انا بنتكلم زي ما انتم عارفين طبعي في القناه بتاعتي ان انا بنتكلم بطريقه عشوائيه، بطريقه ما بنحبش نزوق الكلام. انا مدب يعني بالعربي، انا مدب، بنحب ندب على طول. ففي الحته دي بالذات بنزعل وبتصعب عليا نفسي لما بنلاقي واحده بتطلع تشتغل وتلاقي جوزها نايم. فين احساسك وفين دمك؟ فين حركتك؟ قوم يا اخي اشتغل، دور على اي شغل، دور على اي حاجة ساعد معاها. ولا هو شغلها هي مش عيب وشغلك انت عيب؟ ازاي انا نشتغل مع فلان او نشتغل عند فلان؟ طب يعني شغل المدام مش عيب وانت شغلك عيب؟ ما تتكبرش على شغل، اشقى. احنا ناس اهوت يعني، انا الحمد لله في شهرة وفي ناس عارفاني، في شغل، في عندي حاجاتي بفلوس، عندي كلام من ده، بس بنشقى ونطلع ندور على رزق من الصبح، مش عيب. على رأي المصريين البحر يحب الزياد، دور يا اخي واشتغل، هات على قد ما تقدر، طالما بعيد عن سكة الحرام اشتغل اي شغل، اي شغل. لكن قاعد لي طول النهار على الكافيه وحاطط رجلي على رجلي وتلاقي جيبك ما فيهوش 20 جنيه على بعض، ازاي؟
طبعا دي حاجه تزعل يا جماعه و... واحنا خدنا المشهد ده من العصافير ومحدش يزعل مني لو الكلام فيه احراج او الكلام فيه زعل، يا ريت محدش يزعل مني، بس صدقني اقعد مع نفسك في اوضه كده، ايه طفى على نفسك النور واقعد مع نفسك وانت هتلاقي كلامي كله اللي انا بقوله ده صح. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الساده المشتركين، وتحياتي لو حد انحرج مننا او زعل مننا في الكلام اللي احنا قلناه فانا اسف ليه جدا، لانه والله ما اقصد حد بعينه، والله العظيم ما بتكلم على حد بشخصه، بس فعلا المشكله دي موجوده في الشعب المصري، موجوده في ناس كتير في مصر عندها المشكله ديت، في ستات كتير بتعاني، في ستات كتير شايفه الذل مع جوازها ومفيش نتيجه ومفيش كمان كلمه شكر ولا في كلمه ترحيب بيها. تحياتي ليكم، تحياتي للست اللي بتشتغل، تحياتي للمراه العامله، تحياتي للست اللي بتدور ان اولادها يكونوا احسن ناس، تحياتي للست اللي بتدور ان 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 بيتها ما يكونش ناقصه حاجه، تحياتي للجميع. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للحلقه دي، بس ما تكتروش الشير عشان ما تفضحوناش اكتر من كده، لان باذن الله الناس كلها لو سمعت الحلقه ديت في ناس كتير هتبقى زعلانه، وطبعا انتوا عارفين اول ناس هتنتقد هي اول ناس اكيد قاعده في البيت. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.